جاري. اسبح زين يا ولد، اتغرق. انا اكبر منك. ليلى وش الحل؟ ما راح تسبحين معانا. ليش؟ وش سويت انا؟ كيفي ما راح اخليكي تسبحين. انا وحور وياسين بس احنا راح نسبح. انا اوريكم. يلا يا بنات خلونا نسبح. اسبحهم على كيفكم، الحين افش المسبح. انت ايش تبغى؟ احنا راح نسبح بمسبحنا. يلا يا ليلى اسبحي. يلا خلونا نسبح. ياسين خليكينا. طب ليش انا ما اسبح؟ ما في مكان. الحين افوز عليكم يا بنات. ما تقدر تفوز علينا. وش بتسوي يعني؟ ارش عليكم يا كثير. انا ارش عليكم. يا ولد لا لا، ما تفقعوا زي كذا. قلنا انكم تلعبون بس تفشون على بعض. والله خربت ميمي. احسن عشان ثاني مره يخلوني اسبح. الحين ايش نسوي؟ خرب المسبح. خلاص خلاص اطلعوا اطلعوا. يلا مشينا. لحظه لحظه، خلونا نفضي المويه. يلا 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 يلا، واخذ واخذ. يلا يلا خلونا نفضي ذاك ذاك. سلام، بروح لصديقاتي بعطيهم فشار. واو، ليلى جايبة فشار. هلا والله. مرحبا. أهلين ليلى، عطينا فشار. يلا بفك لكم الفشار ولاك الجميع. يلا 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 يلا، فكينا فشار الحين لاكل. عطوني فشار. هذي مين؟ لا لا، ما راح أعطيك فشار. روحي روحي. أعطيني وأنا وأختي. لا يا ليلى لا تعطينها. إيوة إيوة، ما راح أعطيها. أحسن، وش نبي فيهم؟ أعطوني فشار. أنتي ما تفهمين؟ أبي فشار بس وحدة. خلاص يا حورة بعطيهم. لا يا ليلى. لا يا ليلى، بناكل. لا بعطيهم. لا أجلسي يا ليلى. لا تعطينهم. عطوني. انا اوريك شو بتسوين فيها. احسن، روحي بيتك. يلا يا حرام، خلونا نعطيها. يا لا لا، ما راح نعطيها. يلا روحي روحوا. يلا روحوا لاهلكم. وش فيكي تبكين يا عيوشه؟ ابي فشار مع البنات. اي بنات؟ شوفوا هناك. يلا يلا تعالوا اعطيكم. يا سلام، والله حلو الفشار يا ليلى. يا حرام، ليه ما اعطيناهم؟ ما نبي نعطيهم. اعطينا اعطينا بناكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت وش تبي؟ عطوا عيوشة وعطوا جيجي. ما حنا معطينهم. خلص. طيب انا اوريكم. انت شو بتسوي؟ انا اعلمكم وش اسوي. ها، ما عنده شيء. تعالوا جلسوا هنا، وبروح شوي واجي. لا تتاخر. لا ما راح اتاخر. حرام يا بنات، خلونا نعطي. لا لا لا, لا لا لا. وين راح ياسين؟ وين راح ياسين؟ عيوشة جيجي تعالوا. واو، ها ها، تعالوا تعالوا. هذه الاغراض لكم. واو. وش الاغراض هذه؟ يما انا قلت لكم خلونا نعطيهم. صديق عيوش اصلا. مصلحتي. ما شاء الله عليك، وش تبي يا الياس؟ اعطوني اعطوني. لا لا، ما راح اعطيك. انتم عطتوها. ما اعطيت. اعطيني عيوشة. لا تستاهلون، المفروض تعطونها. ابعطيت وخلاص. شكرا عيوشة. شفتوا عيوشة وهي صغيرة أحسن منا. يا حرام، احنا أسفات. تعالوا
خذوا تعالوا. يلا يلا يقوموا. حبة حبة. حنا أسفين يا عيوشة. طيب. تدرون راح أعطيكم 100 ريال. بس ما تروحون البقالة. ليش ما نروح البقالة؟ الحين لا، العصر والمغرب تروحون أو أنا وديك. ليش ما نروح أحسن البقالة الحين؟ لا لا الحين حر مرة، درجة الحرارة 50، ممكن تجيكم ضربة شمس. لا درجة الحرارة 40 ولا 50. شلون 45 ولا 50؟ قصدها درجة الحرارة ما توصل 50. خلنا يا عماد نروح نشري. تعال يا ليلى بعطيك 100 ريال ولا تروحين البقالة. يا سلام بشريهم كلهم. يلا يلا تعالي تعالي بسرعة، خذ 100 ولا تروحين. طيب يلا. يا سلام 100 ريال بنستانس. يا عماد راح فوق. يلا عاد أنا بروح فوق. ليلى ليه ما تروح البقالة؟ عماد راح فوق. والله فكرة. لا يا ليلى حر. يا ليلى ما يصير لك في شيء. لا لا ليلى حر. يا ليلى ما عليك روحي. إيه يا ليلى روحي جيبي لنا آيس كريم. والله أجل ما أروح. ليش تخلونها تروح؟ خليها تجيبي لنا آيس كريم وعصير بعد. يا سلام الحين بروح البقالة. شفتوا ليلى؟ ليلى وين راحت؟ يا عماد راحت البقالة ليلى. يا ليلى ليش تروح لحالها؟ أوه والله يا بيلة شغل هالبيت ذا الله يعين. هذا وين راح؟ ها انت وين رايحه يا بنت؟ ايش دخلك؟ روح روح فكنا من شرك. والله بروح اكمل شغلي والله بسحب عليها. اي شي كنت مقتحمنا يا اخوي. ما شفت اختي؟ شفت اخت صغيره بنت. ها اي شفت عينها؟ ما ادري وين راح يا ولد. من وين راحت يا اخوي بسرعه؟ راحت من هنا يا ولد، ما ادري عنها يا ولد، لا تسالني ثاني مره. طيب طيب الله العظيم وين اختك؟ حر حر. ليلى ليلى وش فيك ليلى؟ يا الله ضربت شمس اكيد. ليلى ليلى بسم الله لازم اشيلها، لازم بسم الله. ليلى خلي ادخلها داخل. هذا وش شاي؟ سلامات يا ولد. سلامات سلامات يا ولد. سلامات والله ساعدكم. سلامات يا ولد سلامات يا اخوي. ضربت شمس ضربت شمس. وانا ادخل اساعدكم ولا لا؟ يا لا يا اخوي ضف وجهك وسكر الباب. اخر اخر كل منكم. يلا يلا ليلى صحصحت. من قال اروح البقاله؟ احنا اسفين يا عماد نسيت احسبنا بالليل. لا يا شيخ كل هذا بالليل. يا عماد انا اسفه وانا اروح البقاله. ثاني مره تسمعين الكلام. خلاص يا عماد ما نسمع كلامك. يلا تتوقعون وش اللي ورا ظهري؟ ترى مفاجاه. شكلك جوعان يا ياسين. مين اللي كلامه صح؟ ولا واحد. تكفى عماد وش المفاجأة؟ المفاجأة آيس كريم. الحين على الدور واحد واحد. مين الأكبر؟ أنا الأكبر. أنا أكبر منكم. ياسين الأكبر يا الياس. أنا الأكبر مو ياسين. الياس بتجيب المشاكل. إيه أجل كذا ما راح أعطيكم من وين تكونون عاقلين. تدرون عاد؟ تعال تعال اوزع عليكم بالحوش. يلا يلا يا سلام. يلا يا سلام. اسمع اسمع بالدور بالدور. يلا يلا اللي يزعج ترى ما له ايس كريم، فاهمين؟ ايه يلا يا عماد انا ابغى الايس كريم. يلا يلا تعال بحطه على الطاوله واوزع عليكم. اول شيء الكبير. انا الكبير. يلا يلا تعال تعال بسم الله. يلا يا عماد بسرعه انا مره تحمست. يلا يلا نشوف اول شيء هو ياخذ. ياسين تاخذ. طيب خذ اللي تبي. واو ايس كريم. يلا الحين بعطي ياسين.
اشوفه. يلا يلا بسم الله. توفي. تبي توفي؟ لا لا افتح الثاني. يلا يلا بسم الله. واو كنت كاندي. يلا تبون توفي ولا كنت كاندي؟ انا ابغى كنت كاندي. يلا يلا بسم الله. صف طبر اول شيء هذا مثل على الدور. يلا طبر طبر طبر. يلا بسرعه يا عماد. يلا يلا بسم الله. اول شيء تاخذ يا ياسين، شوف تاخذ الملعقه كويس، بعدين تسوي زي كذا. بسم الله. يا ساتر. معلي معلي معلي، خلاص كذا يكفيك صح؟ ايه. لا ازودة. ايه كثر. يلا يلا طيب، توقع زي كذا يكفي. يلا يلا عطني اتوقع طعمه حلو. اكيد. يلا يلا حور، وين تبين توفي ولا كنت كاندي؟ كنت كاندي. يلا يلا بسم الله. يا ساتر والله انها كبيرة. يلا يلا بالعافية خذي. شكرا. يلا انا دوري. ايه صح تبين توفي. لا يا حبيبي ابغى كنت كاندي. يلا يلا بسم الله. خذي خذي يا ليلى اكبر كنت كاندي. يا سلام. وانا عماد. تبين توفي ولا كنت كاندي؟ كنت كاندي. يلا يلا بسم الله. شوفي شوفي بسم الله. خلاص توقع زي كذا يكفي، ما يصلح نكثر. يلا خذي. شكرا عماد. عفوا الياس ايش تبي؟ ابغاهم كلهم. لا يا شيخ كلهم ليش؟ ابغى توفي وكنت تاني. طيب طيب يا الياس ابشر. شوف نحط الحين هذه شوي، بعدين نمسك التوفي كويس. اول شيء خلنا نحط، بعدين نمسك التوفي زي كذا، بعدين نحط، يعني مكس. والله انه حلو يا الياس. يلا عطني. شكرا. عفوا عفوا، ايش تبون انتم يا صغار؟ ابي ايس كريم. يلا يلا خذ، بعطيك توفي كنت كاندي. يلا بسم الله. نحط هنا شوي، بعدين نمسك التوفي زي كذا نحطه. يلا يلا تفضلي. شكرا. عفوا. اوه جيجي هنا. يلا يلا بعطيك. بسم الله. نحط لها شوي عشان ما نبي نكثر. تفضلي تفضلي لو جايين. شكرا للمفاجأة يا عماد. عفوا عفوا. عماد حط لي توفي مع الكونت كاندي زيادة. يلا بس الخلا. عماد عطني. هذا اللي عاد كله. يلا يلا بس الخلا. يا سلام على اللبس لبس سباحة. أنا بعد ليلى جاهزة. أنا بسبح معاكم. لا يا حبيبتي ما راح تسبحين. ليش ما تسبح؟ كيفي. يلا يلا خلونا نسبح. يلا 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 بس الحكم. ليش ما خلوني أسبح؟ يا سلام المسبح مرة حلو. ثلاث مسابح. ثلاث مسابح وما يبقوني أسبح. أيوة ما راح تسبحين. ليلى ليش؟ كيفي. إيه خلها أنا بعد أسبح. هي تعبانة. أحسن. والله لا أسبح معكم. يلا خلونا نسبح بحق البلد. وأنا بسبح بحق الهياء. أنا بسبح بالصغير. يلا اسبح بالصغير. يلا أنا بنزل فنيلتي. ليش ما خلتوني أسبح؟ يلا خلونا نسبح. لا 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 انا اوريكم. لا يا ولد لا يا ولد احسن. ليه سويت زي كذا يا ميمي؟ احسن احسن. قربت المسبح. احسن. مع السلامه. انا اوريكم. انت انت ميمي بسرعه. الحين راح اروح ابيع الفشار عشان يشتري الناس مني. يلا كل واحد يجي هنا بيعطيه 5 ريال يشتري اغراض، بس ما حد يلعب في الفلوس. طيب وش الاغراض يا عماد؟ اكيد يا الياس البقاله. كم الفلوس؟ 5 ريال قلت. يلا يا عماد عاطنا يا اخوي. يلا يلا تعالوا في الدور من الكبير لين الصغير اعطيه 5. وانا بعد. ايه اكيد. يلا يلا قوموا. يلا انا قلت من الاكبر ارجع ارجع. تعال تعال ياسين. يلا خذ 5. تعال حور. يلا خذي 5. الحين انت جا دور. تعال الحين جا دور. خذي 5. بغيت عماد 5. يلا الحين روح اشتري من بقاله ب5 ريال. يلا 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 ان شاء الله الله يجيب لي الرزق. يا سلام نروح للبقاله ونشتري كل شيء. ايه اهم شيء الفشارات. ايه اكيد.
أنا ماني رايح منه محو عشان أبخذ الفشار. بقالة 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 فشارات بقالة فشارات. يا سلام عند ليلى فشارات. هلا والله هلا هلا. يا ليلى كم على الفشارات؟ في بخمسة ريال وفي بريالين. أبي فشار صغير وفشار كبير. هذا بريالين وهذا ثلاثة، يعني تكون خمسة. طب هذه خمسة خذيها. خلاص خذي غراضك. والله ما شاء الله يحفل. والليلة حتى أنا أبغى فشار كبير بخمسة ريال. هذه خمسة خذ. ترى هذا فلفل. إيه أنا أحب الفلفل. وانت شو تبغين يا عاشا؟ أبي الكاتشب. أعطيني فلوسك وخذ الكاتشب بخمسة. خذي. تبي أنت يا الياس؟ أنا ما معي فلوس. وين فلوسك؟ وين فلوسك؟ ضاع. لا ما في، ترى كلها بخمسة ريال. أعطني فلوس ولا لا تأخذ. لا ما معي ما معي. غريبة فلوسه وين راحت؟ ما أدري والله حنا. بقالة بخمسة ريال، عصير بريال. والله غريبة، وش فيه الياس؟ ما أدري عنه. أكيد ضيع فلوسه. والله ما أدري، خلنا نأكل. خلينا النادي عشان يأكل معانا. الياس تعال. ها أكل معاكم بلاش؟ إيه حنا أخوانك تعال. أبا أروح مشوار وأجي. وين بتروح؟ شوية بروح من هنا. غريبة، وش فيه؟ والله ما أدري. عماد فلوسي ضاعت. فلوسك ليش ضاعت؟ غريبة. عماد تدفع، أعطني خمسة ريال. يلا يلا تعال تعال أعطيك خمسة تعال. شكرا عماد، ترى أنا بشري من البقالة. طيب خلاص خذ هذه خمسة. باقي خمسة معاه. طيب الأغراض غالية ولا رخيصة؟ عماد تدفع، أبغى خمسة. وحدة ثانية. أيوة مرة الأغراض غالية. طيب يلا يلا تعال تعال خذ خمسة. كفو يا الذيب. يلا خذ شري اللي تبيه عط أخوانك. وين بروح البقالة؟ يا سلام الحين معي 15 ريال، بروح أكل مع ميمة واروح. يا سلام جيجي جيت، تعالك لي معنا. أوه الياس جاء. أبا أعطوني باكل معاكم. تعال تعال جابك الله. غريبة الياس وين راح؟ ما شاء الله بقالة فاتحة قريبة. تعال تعال خذ خذ. فيه هذا بالكون، فيه فشار وفيه فشار وفيه فشار، فيه كروسان في سفن اب. ايش تبغى؟ اسمع ابي كاروسان وسفن اب وفشار. كم؟ عشرة. عشرة يلا يلا. وعماد جاء. ما شاء الله ياسين والياس هنا. ايه تعال كل معانا يا عماد، الياس ضايع فلوسه. الياس بيعطي 15 قبل شوي. مع السلامة مع السلامة. تعال تعال. اناني يا الياس. والله مرة كثير اناني. والله انك اناني يا الياس، بس انا اوريك بعدين. شو تسوين عند الجيد؟ ما بسوي شيء. كيف بتسوين شيء؟ ما معك اغراض بعد. اوف هذا شغل كثير، هذا بيت ما في كويس. انا لازم ندخل جوا، نقف جوا. هذا يوجع انا رجل. شبيك يا ماري وين الوساخة؟ شوفها عشان كل وقت أنا ما في نفس. هذا الياس. لا هذا ياسين. ياسين أنا ما سويت شيء. الله هو اللي مسوي كل شيء. أنتم شبيكم الحين؟ أنا ما في يبغى شغل هنا. الله بتشتغلين. شوف جيجي هذاك البطاطس الحين وسخ كلام. يلا يلا يا جيجي لا تكريم، بس ما في شيء. ها تعال تعال جيجي بيبي. وانت بتاخذينها؟ بحطها هنا عشان ما في اكل. يو هذه شغاله مره مزعجه. ما في كلام. خلينا نروح للحوش. لا حرام حرام. لا لا خلوك ماكلين. ماري سوي لي شاي وجيبي قهوه. لا يا شيخ روح انت سوي، ما في انا. والله لو اديك مكتب الحين تسافرين. ما في مشكله. انت مين؟ وسخ بيت، انت نظف. ماري سوي لجيجي حليب. طيب ايه سوي لها حليب. اهم شيء جيجي. استغفر الله. انا بعد شويه انا ودي بيبي، انا ودي عماره. هذا ماري جيب القهوه. والله مو محسن لك.
استغفر الله. طيب هذا ايش هذا بيت؟ انا لازم بيبي انا ودي شارع بعد شويه. الحين انا ودي مو بعد شويه الحين. تعال شيري القهوه يا بنت، حطيها هنا على الطاوله. اوكي اوكي الحين انا احط على طاوله. صبي قهوه. ما شاء الله انا في شغل كثير. انا هذا بيت كبير، انت صبي ما في. انا لا احد يكلم ميري تراها طفشانه. احسن تعالي يا جيجي. ميري جيبي لي مويه معك. ايوه ايوه ايوه. وش فيها ميري منفسه تبغى تدلع؟ لا والله نفسته فيها. صبي قهوه يا ميمي. طيب طيب ميم ميم بلا صبي قهوه. تأخرت ميري. ها الشغالة جت بالجن. وشو مش هنا مش هنا؟ يلا مش هنا. ميري ايش تسوين؟ ها ايش تسوين عند الجين؟ ما بسوي شيء. كيف تسوين شيء؟ ما معك اغراض بعد. انا نظف هذا حق يدين. انا 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 جيجي انا نظف. طيب لو جيني مش دخلها الحين امشي امشي داخل. عشان اصبر اصبر اقول انتوا حاجه عشان هذا كثير حصى. شوف هذا ليه هذا كسر كذا؟ ليش؟ طيب انت ايش دخلك اصلا؟ انا نظف عشان انت ما فيها وش. انا خلاص لو جيني ايش دخلها؟ عشان هذا كثير حجر. طيب لو جيني ايش دخلها؟ عادي انا خذي جيجي سوي سوا. انا مثل بيبي كذابة. انا ما في كذاب. يلا يلا ادخلي داخل احنا وديك المكتب. تعال تعال. يلا يا بنات خلونا نجهز عشان حفلة عندنا. شو انا بتجهز يا ليلى؟ وين الحفلة؟ الحفلة زواج. يا سلام ما حضرت من زمان حفلة. لا لا راح تحضرين حفلة الحين. ها انا ما اروح معاكو. خير ان شاء الله تروح معنا للحريم. انا صغير. لا لا وش انت صغير، انت كبير يا الياس. يلا يا ليلى بنلبس معك اكسسوارات. يلا تعالوا. ما شاء الله الياس وش رايك نلعب بالحوش؟ ماني رايح. تبغى تلعب روح. يلا خلاص بروح العب بسكوتر. مع السلامه. يلا يا بنات البسوا بسرعه. ليه البس البسوا؟ مالك شغل يا الياس. الحين باع بسكوت. والله بخرب الحفلة. ناخذ الاغراض واروح. يلا كذا يا ليلى بسرعه. اي بسرعه ما شاء الله عليك. ليلى اختاريني. خلاص انا اخترت لك. خذي هذه الساعه. شاخب. انا ما سويت شيء. انت خلوه خلوه اتركوه. ربيتنا اقول يا حبيبتي وانت اياها. خلاص خلاص يلا يا الياس نبي نلعب مع ميمي وحو. لازم توريهم لعبتك الجديدة. يو هذه ايش تبي ليلى؟ السلام عليكم. شوفوا لعبة الياس الجديدة. وش نبي فيها؟ ايوه مبسوطة شكلها. ايوه عادي انا جاي عشان نلعب مع بعض. احنا طيب ما نبي نلعب معك. طيب ليش؟ اوه تعالي جسي هنا. افيا يا ريحة شعرك. ايش فيها؟ مرة معفنة. قومي قومي. يلا يلا قومي عنا. قومي قومي عنا. من زينكم ليش جايين عندهم؟ انا جاي عشان نلعب معاهم. عاد اقول لا تجين هنا فاهمة؟ طيب ليش انا جاي العب معاكم؟ ريحة شعرك مو بحلوة. ريحتك مرة يع. لا والله يا حبيبتي ريحتي مو يع. يلا قومي قومي اطلعي برا بيتنا. حبيبتي احترمي نفسك، ترى انا احترمتك من اكثر. مش فيكم تكلمون على ليلى كذا؟ يا حبيبي خلها تطلع برا بيتنا. حر سلمي نفسك لا تنمري. لا ما تنمرت. الكلام المحل شعرك والكلام الثاني. يلا يا حور خلينا نطردها. ها ما تقدرون الحين نتنمر عليك ونطردك. يا حبيبتي لا تخافين، ترى انا ما يهمني التنمر، ما تعرفيني زين انا عاد. يلا يا حور خلينا نطردها. تعالوا لا انتوا فيكم خير. يا ليلى خلينا نمشي بس. يلا يلا اطلعي برا بيتنا اقول يا حبيبتي وانت اياها. خلاص خلاص.
أوريهم الشغل. خلاص خلينا نمشي. خلاص خلاص عيب عليكم. خلوا أمهم يحترمون نفسهم. خلاص يا ميمي خلاص خلاص مشينا. يلا يلا يلا. اللي تنمروا ما لهم العين الحمراء. يا الله يا أخويا ما عندنا شر ما عندنا أكل وش نسوي؟ والله ما أدري ما عندنا أكل ولا شيء. طب الحين وش نسوي؟ قلت لك ما أدري. معك فلوس معك رياض؟ لا ما معي شيء. طب وش نسوي يا إلياس؟ ما أدري. إلياس بس رب راح ينفعنا نسوي بيت فيه نسوي كذا بيت كوخ. طب أنا مرة جوعانة. خلينا نروح البيت هذا يمكن يعطونا أكل. والله فكرة حلوة. يلا مشينا يا إلياس. شوفهم نبي نسوي سباق في السكوتر. كويس اللي يجيبها عكسية بياخذ لفتين في السكوتر. أنا أجيب عكسية. أنا بعد أعرف أسوق. ها 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 أنا بعد أعرف أسوق. أنا قلت اللي يجيب عكسية مو عشان كنت تعرفون تسوقون. أنا سوقة. يلا نشوف ياسين روح. يلا واخروا. يا حبيبي هذه ميب عكسية أنت تدور على نفسك. أنا سوق الحين. يلا يلا قوم قوم ياسين قوم. يلا تعال. صدق تعرفين ولا لا؟ إيه عارف. يلا نشوف روحي. هذه عكسية إلا نص. يعني جبتها؟ ما جبت شيء. يلا انزل بس. يا عماد أنا. يلا يلا دورت. يلا يلا. أهم شيء تجيبين عكسية. إذا ما جبت عكسية كلكم خسرتوا. يلا الحين تشوف. انزل انزل أقول انزلي. درين أنت على نفسك. يا حال. يلا الحين دوري. هذه من يطق الباب؟ ما أدري. ياسين راح افتح الباب. يلا يلا ياسين افتح الباب بسرعة عشان نلعب. مين السلام عليكم. عندكم اكل؟ والله انا جوعانة ما عندي فلوس. حنا ما حنا مطعم. تكفون دخلونا بيتكم شوية. ياسين خلهم يدخلون. تفضلوا. شكرا حنا جوعانين. افا جوعانين انتم؟ ايوه حنا جوعانين لنا يومين ما كنا. حنا وش نسوي فيكم؟ روحوا لحالكم. لا لا يا حور عيب عليك هذه لازم نعملهم بإحسان. لو سمحتم بس نبغى أكل ونروح. أبشر أبشر بتاكلون أكل وتلعبون معنا وتصيرون إخواننا. نلعب معكم. إيه بتلعب معنا. يلا يلا يلا. أنا أول واحدة. من أكبر واحد فيك؟ أنا. خلاص يلا يلا دورك أنت يا بنت. شو اسمك أنت؟ ليلى. خلاص يلا دورك يا ليلى. أنت شو اسمك؟ إلياس. خلاص يا إلياس شوف خلي ليلى تخلص بعدين دورك. طيب شوف يا ليلى تجيبينها عكسية. إذا جبتيها عكسية لك جائزة. جائزة أم شيء جائزة. يلا خليها. يلا يلا. لا درت على نفسك بس برضو أنت فائزة. إيه تستاهل. شكرا. يلا يلا جيب عكسية. أنت مثل ليلى درت على نفسك. يلا يلا تعال خلنا ناكل أكل. يلا يلا اسمعهم جايب لكم مسبح. الله اسمعهم خلوكم عاقلين عشان نفخ لكم المسبح. يلا يا عماد. يلا يلا تعالوا. يلا 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 مشينا نبينا نفخ المسبح. طيب يلا اسمع يا الياس انت تامرهم. طيب اي واحد يسوي خطوه ولا شيء قل عشان اطلع برا المسبح. طيب لا اسمع مالي احد. اي تبي تسبح بس تعال ها. اسمعوا كلكم الحين لازم تروحون تلبسون. طيب طيب يلا انا بنزل فليلتي وخلاص. طيب طيب ابو شيخ انا ننفخ المسبح بعدين نعبيه. كلنا جاهزين. انا جاهز قبلكم. ما شاء الله على طول نزل فليلتي الياس. المسبح ما فيه مويه وش فيه السالفه؟ يعبي بلي صغير. انا بسبح معاكم بس ما في مويه ما في مسبح. هذا في شويه بسبح. ايه اسبح هذا لو في نقطة تسبح. يلا بسبح. يلا 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 انا بسبح معاه. طيب ليلى حنا ليش كذا؟ لحظة للحين ما عبى المسبح. اي دخل اي دخل. نسيتوني بسبح معكم. يلا تعالي. لا لا متفقنا يا ولد متفقنا. لا متفقنا متفقنا. خلنا يا سلام خلنا متفقنا خفض يلا نشطة هنا. لا لا خلاص كذا هو يكفي المفروض عند العيال. المسبح مره صغير. يلا يلا برويشكم يلا يلا.
يلا يلا من أول واحدة يلا شوف وليلى والله المسبح مرة صغير والمويه قليل. انقص انقص يلا يلا ها من أول واحد البنات ولا العيال؟ يلا واحد يلا الحين ترى خلاص اطلع من يلا برا. أقول ماني طالع. ألا بتطلع أنت والبنات يلا اطلعوا كلكم اطلعوا. إذا ما طلعتم ترى بعاقبكم يلا برا. يلا يا بنات طلعنا. كفو عماد طرد البنات. كفو كفو. كفو. اطلع اطلع تعال اطلع. يو يا ليتك سكت. أنا ما طرد. قم 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 يلا برا وأنت معك يلا برا برا. يلا يلا اطلع اطلع غير ملابسك يلا.